دلوقتي في عندنا ناس كتير جدا راحوا الساحل وكانوا لسه عاملين حواجبهم، اوكي وبعدين قعدوا في الشمس ونزلوا المايه وحطوا سانتان سان بلوك، سوري سان بلوك، قلب الدنيا رجعت بقت رمادي. طيب. هل كان المفروض يعملوا حاجه اثناء ما هم هناك علشان ما يرجعوش بالحواجب بتاعتهم رمادي؟ لا، وليه اتقلب رمادي؟ لا ده ملوش دعوه. شوفي، هو موضوع المايكرو بليدنج ده موضوع شق. قلب رمادي لانه ممكن اللي يعني المدام اللي عملت لهم، الاستاتيسيان اللي عملت لهم، داست شويه في الابره جوه زياده، فاهمه؟ فاختلط في الدم. ممكن يكون النوع اللون رديء، في رصاص وفي حديد، فقلب. يعني مش مرتبط بالشمس والميه والبحر؟ لا، بس اللي هيقلب رمادي هيقلب رمادي من غير شمس وميه. بيقلب رمادي. طب انا اعرف منين او احمي نفسي ازاي اني ما اقلبش رمادي يا ستي؟ انا والله مش عارفه، ما عرفتش ان انا عملت عند حد. ما عرفش تحمي، ملوش طريقه طب تحمي. طب ايه خطوات الاصلاح؟ خطوات لاصلاحه عندك طريقتين معروفين، اي بي سي، اللي هو يا اما هتشيلي، في ناس طبعا ما بتحبش تشيل لانه صعب وكوستي ومكلف بالظبط، والدنيا بتلتهب. ففي حاجه، في طريقه اخترعوا حاجه اسمها انجري. الانجري ده عباره عن ماده أوكي. بتحطيها مع التونيك، بتشتغلي فيها بالابره عادي على الحاجب الرمادي. بس لازم حد متخصص. لا طبعا طبعا طبعا، تعمليها بيبتدي يبقى بني، وبنحط عليه لايت براون بيبتدي يبقى بني، بعدين عارفه بعد كده بيروح مقرب على لون الجلد، بنروح شغالين عليه مايكرو بليدنج. مايكرو بليدنج مثلا، المايكرو بليدنج ما بينفعش في البشره الدهنيه. ليه؟ لانه البشره الدهنيه تخينه فيها دهون. عشان انا اعمل مايكرو بليدنج يبقى لازم ادوس جوه، يبقى في الحاله دي انا هستعمل النيدل بدل المشرط. اوكي، فمش هيقلب جراي. بس لو انت اشتغلتي على بشره دهنيه بالمشرط وانت بشرتك دهنيه، هيقلب جراي لانه مش هيمسك الا اذا دوستي جامد. فهي طريقه الانجري حاجه جديده وانا حباها جدا، وعامله نتيجه مع ناس كتير جدا جدا جدا، ناس مبسوطين منها. انجري انجري واتس نوت انه مكلفه، مش غاليه. لا مش زي، عشان بيبقى الموضوع اصلي. شوف الازاله، الماده نفسها، عشان كده الازاله غاليه. اوكي، احنا ممكن نتحمل ازاله بس مع لا، ما هي الازاله كمان مش سهله. لكن يعني الانجري ممكن يوفر لي الموضوع ده. هيوفر لك كتير طبعا، كانك بتعملي حواجب بيت. ثانيه واحده، الانجري ده اعمله كام سيشن؟ بصي يا حبيبتي، انا بعمل الانجري ده من عندي، بعمله كادو للست. والله بعمله. يعني مثلا انت جايه تعملي حواجبك، بس انت لقيت حواجبك جراي، مش هقعد اقول لك انا هعمل انجري وهعمله، لا انا بعمل لك سيشنز الانجري من عندي و تسلمي لي حواجبي لونها فولة. طبيعي فول، لو انت بقى تظبطي الالوان زي بالظبط بالظبط. طيب، في ناس بقى بتيجي عندهم حرق في وشهم من الشمس والبحر والرمل والحاجات دي، يعملوا ايه؟ شوفي يا ستي، اي منتج في الدنيا تحتيه اسم نشا بيشيل اي حاجه. سحر ده، سحر. يعني ممكن اجيب النشا من غير منتج؟ لا، هاتي النشا حطي عليه ميه ورد من الاجزخانه لو ما عندكيش الزيت. من الاجزخانه لو ما عنديش الزيت، ايه زيت الورد؟ هتجيب اللي هو بيتباع في السوبر ماركت ده، مية الورد مع نشا. هتحطي مية الورد على النشا وتعمليهم عجينة. حطي عليهم مثلا لحظة عسل. اوكي اوكي، وافركي وشك. ده بيشيل الحروق ممكن، وبيخلي البشرة تبقى لونها موحد. طب هو ده، انت ما بيجيش لي كتير عشان احنا عايزين نقعد نتكلم كتير والنبي، ممكن لو والله سمحتي. والله انا تحت امركم. خلاص لازم، خلاص انت قاعده يعني شويه، ما هناخد لا موجوده.